السلام عليكم. مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، نحن على دراية بالمنشآت النووية التي أقامتها إيران تحت الأرض قرب نطنز. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تسحي هينغابي أن بلاده على علم بالمنشآت النووية التي أقامتها إيران تحت الأرض بالقرب من نطنز. وقال هينغابي في كلمة له خلال مؤتمر هيستيريا 2023 بالنسبة للمنشآت التي تمت إقامتها عميقا تحت الأرض قرب نطنز، نحن على علم بمحاولة الإيرانيين نقل مواقعهم النووية تحت الأرض. وأضاف في تصريحات نقلتها قناة كان الإسرائيلية الرسمية في صحيفة إسرائيلية اليوم، نتمنى ألا نضطر لحل حركي للنووي الإيراني، ونحن مستعدون أيضا لوضع لا يكون هناك مفر منه من المواجهة، لكننا نأمل أيضا أن يعمل الأمريكيين والعالم بأسرع على منع مواقع نووية. وتابع، هذا ليس بالأمر المفاجئ، هذا هو النهج الإيراني لنقل منشآت تحت الأرض لحمايتها، وهذا بالطبع يحد من القدرة على الهجوم، لكن ما يمكن قوله هو أنه لا يوجد مكان لا يمكن الوصول إليه. وماذا بالقول، لا أريد أن أقول أن لدى الاحتلال أو غير الاحتلال قنابل خارقة للتحصينات، ولكن نتمنى ألا يكون الحل هجوما على الإطلاق. وتتهم إسرائيل ودول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية فيما تنفي طهران ذلك، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأهداف السلمية ولا سيما إنتاج الكهرباء. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.